في اجتماع تحضيري عشية احتفال لبيال في ذكرى استشهاد رفيق الحريري، أكدت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار أن مشروعها هو السلام لجميع اللبنانيين، داعية إلى أن يشكل سقوط نظام الأسد مناسبة لإعادة بناء السلام في لبنان. كل هذه الأحداث منذ محاورة اغتيال دكتور سمير جعجع حتى اليوم تؤكد بأن هذا النظام يصر من خلال أدواته إلى عودة الجميع إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية، وهذا ما نرفضه، ما نريده إلى لبنان واللبنانيين، وهو مشروع 14 أذار هو السلام لجميع اللبنانيين، وأن تكون مناسبة سقوط النظام بسوريا مناسبة لإعادة بناء السلام في لبنان